4 لصوص مسلحين دخلوا على بنك في الأرجنتين واحتجزوا الرهائن. الشرطة حاصرت المكان، وبعد عدة ساعات من التفاوض اللصوص أعلنوا أنهم راح يسلمون أنفسهم بشرط أن الشرطة يجيبوا لهم بيتزا. وصلت البيتزا، لكن اللصوص فجأة قطعوا كل قنوات التواصل مع الشرطة. الشرطة قرروا يقتحمون البنك، لكن داخل البنك ما كان في حد غير الرهائن. ولما نزلوا لتحت حصلوا خزينة البنك منهوبة، وما في أي أثر للصوص ولا في أي أثر للطريقة اللي هربوا فيها. ما حصلوا لا حفرة في الأرض ولا أي مخرج ممكن يخرجون منه. فالشرطة على طول توجهت أنظارهم للرهائن، كانوا شاكين أن اللصوص متخبين ما بينهم. فهل يا ترى فعلاً اللصوص كانوا متخبين بين الرهائن؟ لوين راحوا بالضبط؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم. السلام عليكم، معكم بدر. في سنة 2006 تم تنفيذ أكبر عملية سرقة بنك في الأرجنتين، عملية ذكية ومعقدة بشكل ما ينوصف. اللصوص اللي نفذوا هذه العملية كانوا 4. الأول كان قائد العملية واسمه فرناندو أراوهو، الثاني كان مهندس العملية واسمه سيباستيان بولستر، والثالث كان اسمه بيتو ديلاتوري وراح نعطيه لقب الممول، والرابع كان اسمه لويس سيلانس وراح نعطيه لقب العنيف. أيضا في شخصين ساعدوهم بس من برا، هذين الشخصين ما انكشفت شخصياتهم ولا هوياتهم. الأول كان لقبه الدكتور والثاني كان لقبه الولد. فأنا أريدكم تحطون أسماء الأربعة هذيلة في بالكم، وأنا عطيت لكل واحد منهم لقب عشان يكون سهل تذكرونهم. فالقصة تبدأ عند فرناندو القائد والرأس المدبر للعملية. هذا الرجل دخل على طبيب النفسي في يوم من الأيام وقال له أريد أسرق بنك. فالطبيب استغرب وحسب أنه قاعد يتكلم بسبب تأثير الحشيش، لأن فرناندو كان دايما يدخن ويتعاطى الحشيش. قال للطبيب طيب يعني من وين جاتك هالرغبة؟ عشان الفلوس؟ تريد فلوس؟ فرد عليه فرناندو لا أنا ما محتاج فلوس، بس أنت تعرفني أنا شخص فنان وأحب الفن وأحس أني ممكن أصنع عمل فني عظيم في مجال سرقات البنوك. فقال الطبيب طيب وكيف ناوي تنفذ العملية هذه؟ فرد عليه فرناندو وقال له ما أدري للحين، بس هذا الموضوع مستحوذ على كل عقلي وكياني، أفكر فيه قبل النوم وبعد ما أصحى وفي كل لحظة من يومي، أريد أسرق بنك. فالطبيب وقتها ما عطى اعتبار كبير لكلامه وحس ان الحشيش هو اللي قاعد يتكلم، لكن فرناندو فعلا ناوي يسرق بنك وراح ينفذ اذكى واكبر عملية سرقة بنك في تاريخ الارجنتين. فهذيك الفترة كان فرناندو يطلع بشكل يومي ويتجول في شوارع العاصمة الارجنتينية بوينوس آيرس عشان يستكشف الاهداف المحتملة للعملية، وفعلا حصل بنك اسمه بانكو ريو، واحد من البنوك المعروفة اللي موجودة في منطقة غنية جدا، يعني بنك يحطون فيه الاغنياء ممتلكاتهم وفلوسهم واشيائهم الثمينة. بعدها قعد فرناندو يفكر بالطرق اللي ممكن ينفذ فيها العملية. الطريقة الأولى لما يكون البنك مفتوح، يدخلون على البنك بأسلحتهم ويأخذون الفلوس الموجودة عند الصرافين ويطلعون بسرعة قبل ما الشرطة تحاصر المكان. لكن هذه الطريقة مشكلتها أنها عالية الخطورة وحتى غنايمها قليلة، لأنه ما راح يكون عندهم وقت يروحون للخزينة وينهبون اللي فيها، لازم يطلعون بسرعة قبل ما توصل الشرطة. الطريقة الثانية هي اقتحام البنك لما يكون مغلق، وهذه الطريقة بالعادة تحتاج حفر نفق تحت الأرض يوصلهم للخزينة. لكن هذه الطريقة بعد مشكلتها أنها ممكن تنكشف بسرعة، لأن البنك عندهم حساسات حرارية وأجهزة انذار متطورة على طول ممكن تكشف إذا في شخص دخل للخزينة وهي مغلقة. فالطريقتين صعبات وفيهن خطورة عالية، ففرناندو فكر أنه إذا كان بيخاطر في كل الأحوال فلازم على الأقل يحصل الغنيمة الأكبر، واللي معناه أنه راح ينفذ الطريقة الثانية، راح يحفر نفق ويدخل للخزينة والبنك مغلق. فبدأ يفكر كيف ممكن يحفر نفق. في البداية فكر أنه يستأجر شقة أرضية أو مستودع قريب من البنك ويحفر نفق يوصل للخزينة من تحت الأرض، بس في النهاية فرناندو راح يحصل مفاجأة حلوة بتختصر عليه كل هذا الشغل. في يوم من الأيام وهو يسوي جولاته الاستطلاعية لاحظ فتحات المجاري اللي موجودة على طول الشارع اللي قدام البنك، كل 10 أمتار تقريبا كان في فتحة مجاري، واللي معناه إن في نفق أوريدي موجود تحت الأرض يمر قدام البنك
نفق المجاري. فظل فرناندو يتبع الفتحات هذه على طول الشارع لغاية ما وصل لمصب المجاري. المصب هذا كان عبارة عن فتحة كبيرة موجودة بس على بعد 150 متر من البنك، يعني الحبيب حصل له نفق جاهز. فعلى طول فرناندو دخل لنفق الصرف هذا وبدأ يستكشفه. في البداية النفق كان مربع، بس بعد ما مشى شوي 100 متر تقريبا وصل لنفق دائري قطرة حوالي 6 أمتار، يعني نفق ضخم ممتد تحت المدينة ويمر مباشرة قدام البنك. الحين فرناندو صار محتاج حد يساعده لأنه مستحيل ينفذ هذه العملية بروحه. فأول شخص خطر على باله كان واحد من أصحابه واللي كان اسمه سيباستيان بولستر، واللي لقبناه بالمهندس لأن هذا الرجل كان خبير في الإلكترونيات وعلوم الميكانيك. فلما راح لفرناندو وعرض عليه الفكرة، سيباستيان كان متفاجئ لأن حسب معرفته فرناندو ما عنده ماضي إجرامي أو خبرة في أمور السرقة والأشياء هذه. كل اللي عرفه عنه إنه واحد يحب الفن والحشيش، فكيف واحد مثل هذا ناوي يسرق بنك؟ لكن فرناندو بدأ يخبره بالتفاصيل والفكرة اللي في باله وكيف ممكن يوصلون للخزينة من خلال نفق المجاري اللي تحت الأرض. هني بدأ سيباستيان يفكر جد في الموضوع، مع أنه هو بذات نفسه ما سرق شيء في حياته ولا عمره فكر انه يدخل هالمجال، لكن ماضي عائلته ويا البنوك كان مأساوي. ابوه وجده كلهم تأذوا اذى شديد لما انهار النظام البنكي فترة من الفترات في الارجنتين، وضاعت كثير من مدخراتهم وفلوسهم وما حد رجع لهم حقهم. فسيباستيان بدأ يفكر في الموضوع كأن هذا حق مسترد، البنوك هي الطرف الشرير في المعادلة، ولو سرق من البنك فأبدا ما بيكون سوى شيء غير أخلاقي من وجهة نظره على الأقل. فالمهندس سيباستيان قال للقائد فرناندو إن معاه في العملية. فالحين مع بعض راحوا لموقع البنك ولنفق المجاري اللي تحته، وبدوا مع بعض يسوون العمليات الحسابية عشان يعرفون وين راح يحفرون بالضبط. أول شيء فرناندو راح وجاب أشرطة قياس وبدأ ينزلها في فتحات المجاري. هذه الأشرطة راح تساعدهم بحيث أنهم لما يدخلون داخل النفق، نفق الصرف، بيعرفون بالضبط وينهم وكم المسافة اللي تفصلهم عن السطح. وبعدها راحوا لداخل البنك وخذوا مجموعة صور بالتخفي، وادعوا أنهم حتى زباين جدد، ونزلوا لخزينة البنك اللي في الطابق السفلي عشان يشوفونها. فعرفوا مساحتها التقديرية وكمية صناديق الأمانات اللي فيها، كان في مئات من صناديق الأمانات. لكن حتى مع كل هالحسابات اللي سووها يظل كل شيء تقديري، ما كانت عندهم أرقام دقيقة، وعشان يحصلون الأرقام الدقيقة هذه لازم يحصلون مخططات مبنى البنك اللي على الأغلب إنها موجودة في البلدية. فهني حسوا إنهم محتاجين مساعدة من ناس أصحاب خبرة في عالم السرقات، وفوق هذا بعد كانوا محتاجين دعم مادي لأن الأدوات اللي راح يصنعها سيباستيان المهندس راح تحتاج فلوس. فهني بدأ فرناندو القائد يدور على شريك جديد ينضم لهم، فتواصل ويا شخص يلقبونه بالدكتور. هذا الشخص ما انكشفت هويته أبدا وكان يلعب دور المنسق أكثر من أنه داخل وياهم في العملية. فالدكتور قال لفرناندو أنه راح يوصله بالأشخاص المناسبين عشان يساعدونهم في العملية. أول شخص كان بيتو ديلاتوري اللي أطلقنا عليه لقب الممول. بيتو هذا كان شخص صاحب سوابق ورجل عصابات، ومع أنه ما كانت عنده خبرة مباشرة بعمليات السرقة لكن كانت عنده خبرة في عالم الأسلحة. فالقائد فرناندو والدكتور هذا الشخص المجهول طلعوا مع بعض عشان يقابلون بيتو الممول، ولما تلاقوا شرحوا له الفكرة، وبيتو كان متحمس انه يدخل وياهم اول ما سمع التفاصيل. ففرناندو سأله انت عندك القدرة انك تمول العملية؟ ترى بنحتاج اغراض كثيرة. فرد عليه بيتو بصراحة ما عندي كاش، بس عندي شاحنة اقدر ابيعها ومن فلوسها اقدر امول العملية. فبكذا صار بيتو العضو الرئيسي الثالث في العصابة. الدكتور مثل ما قلنا شخصيته مجهولة وما نعتبره أصلا عضو رئيسي لأنه كان مثل المنسق، ما شارك فعليا وياهم في العملية. المهم فرناندو القائد كان بعده يريد شخص رابع، شخص يشتغل وياه في العمل اليدوي اللي يحتاج قوة، لأن المهندس سيباستيان راح يكون مشغول بتصنيع الأدوات، وأيضا كانت عنده بعد مشاكل وأمور عائلية. وبيتو الممول كان أكبرهم في العمر وحركته بطيئة فما كان يكفي بروحه. فالدكتور اقترح الشخص الرابع اللي راح ينضم للعصابة. هذا الشخص كان اسمه لويس سيلانس واللي عطيناه لقب
العنيف. لويس هذا كان بعد رجل عصابات وصاحب سوابق، وكانت عنده خبرة كبيرة في مجال السرقات. نفذ كثير من العمليات وانسجن 15 سنة في واحد من أقوى السجون. لويس العنيف كان واحد دم حار، ودائما تحسه جاهز يلجأ للعنف أي لحظة. بس مع كل هذا كان ذكي، وكانت عنده مهارة في التمثيل والاحتيال، وراح يلعب دور مهم في العملية بعدين. فالحين اكتملت العصابة: فرناندو القائد، سيباستيان المهندس، بيتو الممول، ولويس العنيف. الأربعة هذيلا بدوا يتباحثون في تفاصيل العملية، ونزلوا مع بعض لنفق المجاري، وشافوا المكان، وشافوا الحسابات اللي سووها فرناندو وسيباستيان. الخطوة اللي بعدها مثل ما قلنا كانوا محتاجين حسابات أدق، وعشان يسوون هذه الحسابات كانوا محتاجين مخططات مبنى البنك. فلويس العنيف قالهم أنا راح أجيب لكم المخططات هذه. فسألوه كيف؟ فقالهم ما يهمكم، أنا راح أجيبها. وفعلا بعد كم يوم جابها وحطها قدامهم، وللحين ما يعرفون كيف جابها، هل رشى موظف في البلدية ولا اقتحم مبنى البلدية بنفسه وسرقهن، ما حد يعرف. المهم إنه جابهن. بعدها قدروا أنهم يحسبون بالضبط وين يحتاجون يحفرون داخل نفق المجاري، وحسبوا طول النفق والزاوية اللي لازم يكون مايل فيها، ورسموا مخطط مفصل بكل الحسابات اللي تحتاجها عملية الحفر. بعدها بدوا يجيبون الأدوات اللي يحتاجونها، جابوا مولد كهربائي يشتغل بالديزل، وجابوا أدوات حفر ودرلات كبيرة، وبدوا يحفرون على جانب النفق، وكان في شخص دائما موجود فوق في الشارع عشان يراقب الأوضاع ويتأكد أن صوت الحفر ما يوصل لبرا المجاري. طبعا عملية الحفر هذه راح تستغرق عدة أشهر على الأقل، فالحين لازم يحلون المشكلة اللي بعدها، واللي هي حساسات الاستشعار الحرارية وأجهزة الإنذار اللي راح تنطلق بمجرد ما يقتحمون الخزينة. فرناندو القائد بما أنه جاي من خلفية فنية بدأ يرسم تصور لبدلة راح تخفي حرارتهم عن أجهزة الاستشعار، بدلة مصنوعة من أكياس النوم اللي يستخدمونها للمخيمين ومتسلقين الجبال، واشترى كاميرا حرارية وبدأ يجرب عليها ويشوف إذا كانت تقدر تلتقط حرارة جسمه أو لا. لكن الفكرة هذه، فكرة البدلة، كانت مخيفة شوي، لازال في احتمال أن البدلة هذه تفشل، خاصة أنهم لازم يتحركون كثير داخل الخزينة، وراح تكون عندهم أدوات وأشياء كثيرة ممكن تلتقطها المستشعرات. فالفكرة بشكل عام ما كانت آمنة أبدا وفيها مخاطرة عالية. فالقائد فرناندو كان محبط من الموضوع هذا، وكان دائما قاعد يفكر شو أأمن طريقة ممكن يدخلون فيها الخزينة. وفجأة في يوم من الأيام جات على باله فكرة مجنونة. كان طول الوقت الماضي مركز على فكرة أنهم يسرقون البنك وهو مغلق، يقتحمون الخزينة من تحت بدون ما حد يشوفهم. كان مستبعد فكرة أنهم يقتحمون البنك بالأسلحة، لأن الشرطة راح تحاصر المكان بسرعة. فالفكرة الجديدة اللي خطرت على باله إن ليش ما يدمج الطريقتين مع بعض، طريقة حفر النفق وطريقة الاقتحام المسلح. الفكرة إنهم بدال ما يستخدمون النفق للدخول راح يستخدمونه للخروج، وبهالطريقة أجهزة الاستشعار والإنذار ما راح تكون لها أي أهمية، الشرطة راح يكونون أوريدي محاصرين المكان، لكنهم بس راح يحاصرون المكان من برا، ما راح تكون عندهم أي فكرة إن اللصوص راح يهربون من تحت الأرض. فرناندو لما خطرت هالفكرة على باله انجن، وبدأ يبحث عن النت ويشوف إذا في حد سوى عملية مثل هذه قبلهم، وما حصل أي حد، وكان يعتقد أن أول شخص في العالم تخطر هالفكرة على باله. لكن لو تابعتوا فيديو سابق سويته عن سرقة بنك في ألمانيا سووها عرب في سنة 1995، راح تعرفون أن خالد البرازي كان على الأغلب أول شخص خطرت هالفكرة على باله. في كل الأحوال، بما أن فرناندو ما قدر في وقتها أنه يعرف عن هالعملية من النت، فمعناه أنها بعد ما وصلت للشرطة في الأرجنتين، وعلى الأغلب أنهم ما راح يتوقعونها. فلما فرناندو راح وخبر للجماعة اللي وياه بالفكرة، الكل كانوا منذهلين ومتحمسين. فالحين لازم يضيفون الأسلحة للمعدات اللي راح يحتاجونها. فبيتو الممول قال انه راح يتكفل بموضوع الأسلحة بما انه كان رجل عصابات وعنده خبرة في هالمجال. بس خلوا في بالكم شيء، الأسلحة اللي راح يستخدمونها راح يكون فيها شيء مميز ما راح نكشفه لنهاية القصة، فخلوا هالشي في بالكم وتابعوا القصة لنهايتها عشان تعرفون شو هالشي. الموضوع استغرق حوالي السنة بالإجمال، خلال هذه السنة
أتموا حفر النفق وأيضاً بنوا سد صغير داخل نفق المجاري. الهدف من هالسد إنه يرفع منسوب الماي لمستوى معين، لأنهم كانوا ناويين يستخدمون قوارب مطاطية صغيرة داخل النفق. كانوا عارفين إنهم لما يطلعون بالغنايم ما راح يقدرون يشيلونها على رجولهم، ونص جسمهم غارق في الماي في ماي المجاري، راح تكون حركتهم بطيئة جداً، فكان لازم يستخدمون قوارب. فبنوا هذا السد عشان يكون منسوب الماي مرتفع داخل النفق ويسمح للقوارب انها تتحرك براحة. وتباحثوا بعدها في موضوع طريق الهروب. كانت الفكرة المبدئية انهم يهربون باتجاه مصب المجاري ويطلعون منه، لكن بعدين قالوا لا، احتمال كبير ان الشرطة اول ما يستوعبون اللي صاير راح يتوجهون للمصب وممكن يقطعون عليهم الطريق. فبدوا يدرسون الطريق الثاني اللي هو الاتجاه المعاكس للمصب، واكتشفوا ان هذا الاتجاه أحسن بكثير لأن فيه مئات المخارج. هذه المخارج هي فتحات المجاري على طول النفق، هذه الفتحات كانت موجودة كل 10 أمتار. فبعد ما درسوا الطريق المعاكس هذا حددوا فتحة معينة راح يطلعون منها، فتحة تبعد حوالي 200 متر عن موقع البنك. وقرروا بعدها انهم راح يجيبون سيارة فان ويوقفونها فوق فتحة المجاري هذه مباشرة، وفي أرضية سيارة الفان هذه راح يفتحون فتحة، وهذه الفتحة راح تكون مباشرة فوق فتحة المجاري، يعني راح يطلعون من المجاري على طول لداخل السيارة بدون ما حد يشوفهم. وفعلا بيتو الممول جاب شاحنة فان صغيرة وحطها في كراج بيته، فالعصابة كانوا متجمعين في كراجه عشان يعدلون الشاحنة ويفتحون فتحة في أرضيتها. فجأة وهم قاعدين يشتغلون دخلت عليهم زوجته، زوجة بيتو الممول، فكلهم لفوا على بيتو وقالوا له شو تسوي زوجتك هني؟ فقالوا لا لا عادي عادي ما فيها شيء، انا اثق فيها، صدقوني الامور تمام ولا تشيلوا هم. هذه كانت المرة الاولى والوحيدة اللي افراد العصابة التقوا فيها بأليشيا ديليتوليو زوجة بيتو الممول. وحطوا هذه المرة في بالكم لانها راح تلعب دور مهم في القصة بعدين. المهم بعد ما العصابة خلصوا التعديل على سيارة الفان الحين لازم يحصلوا لها سائق، وهني جاء دور الشخص المجهول الثاني، الشخص اللي لقبه الولد. هذا الشخص بعد ما معروفة هويته مثل الدكتور، وكان هو المسؤول عن قيادة السيارة وانتظارهم فيها لغاية ما يوصلون بعد ما يخلصون العملية. صارت كل الأمور جاهزة تقريبا، الشيء الوحيد اللي باقي انهم محتاجين طريقة يفتحون فيها صناديق الأمانات اللي داخل الخزينة بسرعة، لأن داخل الخزينة في مئات الصناديق وما يقدرون يفتحونها بشكل يدوي ولا ما راح يخلصون، راح ياخذون وقت طويل. فالمهندس سيباستيان صنع أداة هيدروليكية أطلقوا عليها اسم المدفع. وظيفة هذه الأداة إنها تحطم أقفال صناديق الأمانات خلال 7 ثواني بس لكل صندوق، يعني راح تكون أداة مهمة في العملية. أخيرا بعد كل هذه التحضيرات والجهود صار كل شيء جاهز تماما، مثل ما أنتم شايفين هذا نفق المجاري اللي راح يدخلون منه بالقوارب، وهذا النفق اللي حفروه واللي يقود للبنك اللي فوق، وهذه خزينة البنك اللي فيها صناديق الأمانات موجودة في الطابق السفلي لمبنى البنك، وعلى بعد 200 متر تقريبا هذه فتحة المجاري اللي راح يطلعون منها، وفوقها موجودة سيارة الفان اللي أرضيتها مفتوحة واللي راح يستخدمونها في الهروب. العصابة حددوا انهم راح ينفذون العملية بتاريخ 13 يناير سنة 2006. سيباستيان المهندس كان الوحيد اللي دخل من نفق المجاري، وجنب فتحة النفق اللي حفروه كانت القوارب المطاطية الصغيرة موجودة ومعاها الأدوات وعلى راسها أداة المدفع. بعدها سيباستيان طلع من خلال النفق المحفور إلى أن وصل لجدار البنك اللي وراه الخزينة، وقعد ينتظر هناك لغاية ما يعطونا زملاء الإشارة. زملائه القائد فرناندو وبيتو الممول ولويس العنيف، ثلاثتهم التقوا قدام باب البنك، ولما تأكدوا أن كل شيء جاهز وكل شخص في موقعه اقتحموا البنك وهم رافعين أسلحتهم، وعلى طول أخذوا العملاء والموظفين اللي موجودين داخل البنك كرهائن، وعطوهم أمر مباشر أنهم ينبطحون ووجوههم على الأرض. حارس البنك اللي كان في غرفة المراقبة أغلق الباب على نفسه وبلغ الشرطة على طول. الموضوع ما استغرق إلا شوية دقايق لغاية ما وصلت دوريات الشرطة اللي كانت قريبة من البنك. هني فرناندو بدأ يسوي تمثيلية خطط لها من قبل، كان يسميها
خطة الكوكو. الفكرة انه ياخذ واحد من الرهائن ويطلع من باب البنك ويسوي نفسه كأنه يريد يهرب، لكنه يرجع للبنك بسرعة بعد ما يشوف الشرطة محاصرين المكان. الهدف من هالحركة انه يوهم الشرطة انهم كانوا ناويين يهربون قبل ما يوصلون للمكان، وحتى كانوا حاطين سيارة وهمية قدام البنك كأنها سيارة هروبهم، لكن بسبب سرعة وصول الشرطة واستجابتهم فشلت خطتهم والحين صاروا محاصرين داخل البنك. وفعلا خطة الكوكو نجحت، لما وصل قائد العمليات للمكان بلغوا الشرطة اللي كانوا موجودين ان اللصوص حاولوا يهربون من الباب بس رجعوا للبنك بسرعة لما شافوهم محاصرين المكان. فهني قائد العمليات افترض ان اللصوص محاصرين وما عندهم مخرج ثاني. اللصوص داخل البنك كانوا مسيطرين على الوضع ما عدا شيء واحد، واللي هو الحارس اللي مسكر على نفسه باب غرفة المراقبة. كانوا لازم يطلعونه من هالغرفة بأي شكل لأن على تواصل مباشر ويا الشرطة، فلو شافهم الحارس وهم يطلعون من البنك على طول راح يبلغ الشرطة وراح تفشل خطتهم. فظلوا يحاولون يتفاوضون ويا الحارس، ولويس العنيف قال له إنه ما راح يصير له شيء بس إذا ما فتح الباب الأمور راح تسوء. الحارس ظل في مكانه وقالهم إنه ما راح يسلم نفسه لهم مهما سووا. هني لويس العنيف أخذ واحدة من موظفات البنك وحط سلاحه على راسها وبدأ يهدد الحارس إنه إذا ما طلع راح يقتلها. الحارس ظل مصر على موقفه وإنه ما راح يسلم نفسه، لكن الموظفة اللي كان ماسكنها لويس العنيف بدت تبكي، وكان هالشيء سيء جدا بالنسبة للحارس لأنه يشتغل وياها ويعرفها. وبدت الموظفة هذه تسترجي الحارس وهي تبكي وتقول له إنه يطلع، وقالت له إنها تريد تشوف بنتها مرة ثانية. فالحارس هني ما قدر يتجاهل الوضع وما قدر يتجاهل بكائها وتوسلها، فقال للويس العنيف خلاص تمام راح أطلع بس لا تأذوا حد. ففتح الحارس الباب وحط سلاحه على الطاولة وسلم نفسه للصوص. بعدها لويس العنيف بدأ يفتشه من فوق لتحت وأخذ منه تلفونه وبعدها قال له يمشي قدامه ورافقه لباب البنك وقال له أطلع. فالحارس كان مستغرب وسأله عشان يتأكد أطلع عادي من الباب؟ فقال لويس أيوه أطلع. فطلع الحارس من الباب وهو رافع يدينه وراح عند الشرطة والقوات الخاصرة اللي محاصرين المكان. قائد العمليات سأله عن الوضع اللي داخل، فالحارس خبره أنه شاف 3 لصوص مسلحين وأنهم محتجزين حوالي 30 رهينة داخل البنك، وقال له بعد أنهم أخذوا منه تلفونه. ومن خلال نوافذ البنك قائد العمليات شاف واحد من اللصوص المقنعين وهو شايل التلفون بإيده ويأشر لهم من برا كأنه يقولهم اتصلوا على التليفون اللي هو تليفون الحارس. في نفس هذا الوقت القائد فرناندو تواصل ويا المهندس سيباستيان اللي كان ينتظر في النفق برا جدران الخزينة، ففرناندو قال له يقتحم الجدار. فبدأ سيباستيان يحفر من برا وسمع بعدها صوت شيء يتحرك في الطرف الثاني. هذا الصوت كان فرناندو وهو يحرك خزانة أدراج موجودة بالضبط على المكان اللي قاعد يحفر منه سيباستيان في الجدار. من بعد ما انفتحت الفتحة وطل سيباستيان براسه، فرناندو أخذ نفس راحة لأن الحين صار أكيد أن نفقهم متصل بالبنك. كان لهذه كل لحظة خايف أنهم حفروا في مكان غلط. سيباستيان المهندس دخل الخزينة ومعه أداة الهيدروليكية المدفع وبدأ يستخدمها في فتح صناديق الأمانات اللي كان عددها هائل جدا. الخطة كانت أن في وقت معين راح يستغرقون في فتح الصناديق، كانوا حاطين لنفسهم ساعتين، خلال هذه الساعتين لازم يفتحون أكبر عدد ممكن من الصناديق، وكانوا مقدرين أنهم راح يقدرون يفتحون حوالي 400 صندوق خلال هالساعتين. فسيباستيان المهندس وفرناندو القائد ظلوا تحت في الخزينة ينفذون عملية النهب، بينما فوق ظلوا لويس العنيف وبتوا الممول يسيطرون على الرهائن ويحاولون يماطلون الشرطة لغاية ما تمضي الساعتين اللي حددوها من قبل. لويس العنيف كان هو اللي ماسك التليفون، وهذا الإنسان مثل ما قلت لكم كانت عنده موهبة التمثيل والخداع، فقدر بأسلوب عجيب إنه يماطل الشرطة ويصنع لنفسه شخصية اشتهرت حتى في وسائل الإعلام اللي كانت تغطي الحدث أول بأول، كانوا يسمونه صاحب البدلة الرمادية. حتى قائد العمليات لما اتصل عليه كان مستغرب كيف هالشخص يكلمهم بكل هدوء وأريحية ولا كأنه شيء صاير. فقائد العمليات سأله ها شو مطالبكم شو تريدون؟ فقال لويس العنيف بصراحة يعني احنا دخلنا نسرق البنك وكنا ناويين نهرب بسرعة، بس انتوا حاصرتونا ما شاء الله عليكم أزرع مما نتوقع، فاحنا ما نريد نأذي حد بس الحين ما عارفين شو نسوي. قائد العمليات
كان قاعد يطالع لويس العنيف بمنظاره من نافذة البنك وهو يتكلم وياه بالتليفون، وكان يشوفه قاعد على الكرسي وهو حاط رجل على رجل ومروق ولا كأنه شيء في البال. فكان مستغرب كيف هالرجل هذا هادي لهالدرجة، وهني عرف ان هالرجل اللي قدامه صاحب خبرة وسوابه. وفعلا لويس قاطع افكاره وقال له: شوف يا صديقي، انا توني طالع من سجن سيارة شيكا بعد ما قضيت فيه 15 سنة، وهذه ما بأول عملية سرقة أسويها، فيعني عارف إجراءاتكم وحيلكم، فأنصحك ما تحاول تلعب علي لأن هالشي ممكن يؤدي لشيء سيء بالنسبة للرهائن. فقال القائد: طيب طيب لا تخاف، ما راح نسوي أي شيء ولا نسوي أي ألاعيب، بس أنتوا أطلقوا سراح واحد من الرهائن كل فترة عشان تظهروا لنا حسن نية. فرد عليه لويس: تونا طلعنا لكم الحارس، ليش أنتوا طماعين بزيادة؟ ترى الطمع ما زين، فلا تطلب إطلاق رهائن، إحنا اللي نحدد متى نطلق الرهائن، تمام؟ يلا مع السلامة. وسكر التليفون في وجهه. بهذه الطريقة أثبت لويس لقائد العمليات إنه هو المسيطر هني، وخلاه يحسب ألف حساب قبل ما يفكر إنه يسوي شيء متهور. وهذا كل اللي كانوا محتاجين للصوص، محتاجين الوقت. واحدة من الأشياء الطريفة اللي صارت إن لويس العنيف وبنته الممول اللي كانوا عند الرهائن اكتشفوا إن امرأة عجوز ما بين الرهائن كان اليوم يوم عيد ميلادها، فراحوا للمطبخ الصغير الملحق بالبنك وجابوا لها كيكة صغيرة وقعدوا يغنوا لها هابي بيرثدي، وخلوا كل الرهائن هم مبطحين على الأرض يغنوا لها وياهم. وفي النهاية قالوا لها انهم راح يعطونها هدية عيد ميلادها، وهي انهم راح يطلقون سراحها، وفعلا طلعوها من الباب وخلوها تروح. هذه القصة ذكرت في عدة مصادر بس من غرابتها حتى انا ما قادر اصدقها. على كل حال استمرت عمليات التواصل ما بين لويس العنيف وقائد العمليات، ولويس كل مرة يخترع قصة او شيء جديد يشغلهم فيه. في مرة من المرات حتى قال لهم اتصلوا بالمحامي مالي عشان تتفاوضون وياه على شروط تسليم أنفسنا، وعطاهم رقم تليفون يخص واحد من الرهائن اللي وياهم على أساس أن هذا رقم المحامي. فلما الشرطة اتصلوا على الرقم هذا اللي هو المفروض أنه رقم المحامي، لويس رد عليهم بنفسه وغير صوته وسوى نفسه محامي وقاعد يقولهم أنه جاي في الطريق عشان يتفاوض وياهم على شروط التسليم. فيعني هذا الإنسان كان حالة عجيبة، قدر بروحه أنه يماطل الشرطة بكل سهولة، قدر يماطلهم على طول الساعتين اللي كانوا محتاجينها ومحددينها للعملية. لما خلصت الساعتين للأسف المهندس سيباستيان والقائد فرناندو ما قدروا يفتحون العدد اللي كانوا مستهدفينه من الصناديق، قدروا يفتحون بس 147 صندوق. الأداة الهيدروليكية اللي كانت وياهم المدفع كانت فيها مشاكل وكانت ترتفع حرارتها، فكان صعب انها تشتغل بالكفاءة اللي كانوا متوقعينها، بس تظل الغنايم اللي قدروا يحصلونها ابدا ما كان يستهان فيها، كانت غنيمة ضخمة تكفيهم وزيادة. فقرروا انهم ما يخاطرون اكثر ويلتزمون بالوقت اللي حددوه لانفسهم، ما خلوا الطمع يعمى عيونهم. فالقائد فرناندو اتصل على لويس العنيف وقالهم انهم خلاص راح يبدأون خطة الهروب من البنك. هني لويس راح يستخدم اللعبة الأخيرة اللي كان مخبنها للنهاية ضد الشرطة. فاتصل على قائد العمليات وقال له: شوف، احنا خلاص قررنا نسلم انفسنا، لكن احنا عارفين ان راح نظل في الحجز بدون اكل مشبع لفترة طويلة، فقبل ما نسلم انفسنا نريد بيتزا، جيبوا لنا عدد كبير يكفينا ويكفي الرهائن عشان نأكلهم ويانا. فرد عليه قائد العمليات وقال له: تمام راح نجيب لكم بيتزا. لويس بعد اشترط عليهم انهم يريدون بيتزا ايطالية اصلية، وعطاهم اسم مطعم معين، مطعم بعيد جدا عن البنك عشان يأخرهم لأطول فترة ممكنة. فقائد العمليات قال له: تمام راح نجيبها من هالمطعم. من بعد هذه المحادثة لويس قطع كل الاتصالات ويا الشرطة، وهو بيتو اللي كانوا فوق امروا الرهائن انهم يظلون مبطحين ووجوههم على الارض بدون اي حركة، وهددوهم ان اذا حد فيهم تحرك راح يطلقون عليه النار على طول. خلال هذه الاثناء فرناندو سيباستيان اللي كانوا تحت في الخزينة جمعوا كل الغنايم في اكياس ورموا هذه الاكياس من خلال النفق اللي حفروه. لويس وبيتو انضموا لهم في الخزينة بسرعة، وقبل ما يطلعون فرشوا فرشة صغيرة على الارض وحطوا عليها اسلحتهم، وراح نعرف نهاية القصة ليش سووا هالحركة. بعدها وهم طالعين من الفتحة اللي في الجدار رجعوا خزانة الادراج اللي كانت على الجدار عشان تغطي الفتحة مرة ثانية، وفوق هذا بعد حطوا شيء يشبه القنبلة على الفتحة. بعدها نزلوا بسرعة للقوارب المطاطية الصغيرة اللي كانت تنتظرهم تحت، وحطوا الاكياس على واحد من القوارب وركبوهم على القارب الثاني، والقاربين كانوا مربوطات بحبل، وتحركوا بعدها مباشرة على طول نفق المجال
التجاري لغاية ما وصلوا للفتحة اللي راح يطلعون منها. أخذوا أكياس غنايمهم وياهم وطلعوا على السلم، وفوق كانت سيارة الفان وسايقها ينتظرونهم. دخلوا الأكياس من الفتحة اللي في أرضية الفان، وكانت السيارة بالكاد تكفيهم مع كمية الأكياس الكبيرة اللي كانوا شايلينها وياهم، وتحركوا بعدها على طول بالسيارة بدون ما حد يشوفهم أبدا. بعدها توجهوا للبيت الآمن اللي كانوا مجهزينه من قبل، ولما وصلوا للبيت دخلوا الفان في الكراج ونزلوا أكياس الغنايم مالتهم. وأول شيء سووه إنهم فتحوا التلفزيون عشان يشوفون الأخبار ويعرفون اللي حاصل وهل الشرطة قاعدين يتبعونهم ولا لا. اللي يضحك إن الشرطة للحين ما اقتحموا البنك حتى، فالعصابة قاعدوا يطالعون في التلفزيون وهم مستانسين كأنهم يطالعون فيلم، ينتظرون ردة الفعل اللي بتصير بعد ما يعرفون اللي سووه. قاد العمليات بعد ما وصلت البيتزا اللي طلبها لويس حاول انه يتواصل ويا لويس اكثر من مرة، لكن كل عمليات التواصل هذه فشلت. فقرر القائد انه جاء وقت الاقتحام، فامر جنود القوات الخاصة انهم يقتحمون المكان وهم مستعدين للاشتباك المسلح. لكن لما اقتحموا المكان ما حصلوا غير الرهائن اللي كانوا منبطحين على الأرض، ولأن اللصوص قبل ما يطلعون خبوا الفتحة اللي في الجدار، فالشرطة ما قدروا يستوعبون وين راحوا أو كيف هربوا. وجدياً افترضوا أن اللصوص تخبوا ما بين الرهائن بطريقة أو بأخرى، ولما طلعوا الرهائن من البنك كانوا مطلعينهم كأنهم معتقلين لغاية ما يعرفون هوياتهم ويتأكدون منهم. وهذه اللقطة اللي تشوفونها قدامكم حقيقية. أخيراً بعد فترة من الاقتحام والتفتيش اكتشفوا الفتحة اللي موجودة ورا خزانة الأدراج، بس المشكلة اللي بعدها انه كان في شيء قدامهم يشبه القنبلة، فهني اضطروا انهم يستدعون فرقة المتفجرات عشان يفحصون هالشيء اللي طبعا اكتشفوا بعدين انه مجرد قنبلة مزيفة. كل هذا كان يصير والعصابة قاعدين مريحين في البيت وهم يتابعون في التلفزيون ويحتفلون بانتصارهم. بعدها على طول قسموا الغنائم ما بينهم بدون ما حتى يحسبونها، قسموها بالنظر لان الحسبة بتاخذ وقت طويل. غنيمتهم كانت عبارة عن جبل صغير، جبل فيه فلوس وذهب ومجوهرات. البنك قدروا ان حجم المسروقات هذه وصل ل 19 مليون دولار، فهذه العملية تصنفت انها اكبر عملية سرقة بنك في تاريخ الارجنتين. بعد ما قسموا الغنيمة ما بينهم، الخطة ان كل واحد راح يروح لطريقة وما راح يشوفون بعض مرة ثانية ابدا، فكل واحد اخذ حصته وركب سيارته ومشى في اتجاه. كلهم كانوا طبعا فرحانين، لكن واحد منهم راح تخرب فرحته بسرعة وراح يتبعون البقية واحد ورا الثاني. هذا الشخص كان بيتو الممول. لما رجع بيتو للبيت كانوا أولاده وزوجته إليشيا ينتظرونه على أحر من الجمر. إليشيا بالذات اللي ذكرناها طبعا قبل كانت تعرف عن العملية، فكانت تنتظر زوجها بحماس، تنتظر ثروتهم الجديدة اللي راح تغير حياتهم للأبد. فبيتو احتفل احتفال كبير في هذه الليلة مع زوجته وأولاده. مر الوقت، وفي يوم من الأيام لما رجع بيتو لبيته بعد طلعوا ويا بعض الأصدقاء، لاحظ أن واحد من أكياس الغنيمة اللي مخبنها في خزينة في البيت ما كان موجود، كان في غير مكانه. ولما فتح الكيس شاف أن في رزمة فلوس كبيرة مختفية، فراح لزوجته أليشيا وقالها خبريني انت اخذتي شيء من هالفلوس؟ فردت زوجته بكل برود ايوه اخذت 5 أو 6 اكياس صغيرة وياي. خلوا في بالكم 5 أكياس صغيرة تقريبا فيها حوالي 300 ألف دولار. فقالها بيتو احنا قاعدين نحاول نتوارى عن الانظار، كيف تاخذين مبلغ مثل هذا بدون ما تخبريني؟ راح تفضحينا. من هني بدا شجار ما بينهم، وطلب منها بيتو انها ترجع الفلوس اللي اخذتها، فرفضت زوجته واشتد الشجار ما بينهم. وفي النهايه بيتو اخذ غنيمته والاكياس اللي عنده في البيت وقرر انه يخبيها في مكان ثاني. اللي ما كان يتوقعه ابدا ان زوجته راح تحقد عليه لدرجه انها على طول بعد ما طلع من البيت راحت لقسم الشرطه وبلغت عليه، ويمكن حتى كان عندها اعتقاد ان يخونها ويا امراه ثانيه، وحسبت ان اخذ الفلوس عشان يروح عند عشيقته السريه هذه ويهجرهم. فتخيلوا الغيره كانت السبب، الغيره من شيء مو موجود حتى، لان بيتو ما كانت عنده عشيقه ولا هم يحزنون، بالعكس كان يحب عائلته ومستحيل يروح مكان بدونهم. في تفاصيل كثيره للاحداث اللي صارت بعدها، لكن ما راح نذكرها بالتفصيل لان ما فيها شيء مهم. باختصار تم اعتقال بيتو، ومن بعد اعتقاله حققوا وياه ورفض انه يكشف هوية زملائه، لكن مساعدة زوجته وبعض الأدلة الثانية مثل تتبع الهواتف اللي ما راح ندخل فيها بشكل عميق قدروا في النهاية انهم يتعرفون على هويات الأربعة اللي نفذوا العملية، وتم إصدار تعميم ومذكرات اعتقال لهم كلهم. ومع ان كل واحد منهم راح في اتجاه، لكن في النهاية كلهم انمسكوا. تخيلوا يعني مثلا فرناندو القائد
كان مختلي بنفسه في خيمة وسط مكان معزول بعيد، لكن دوريات الحرس الوطني قدرت انها تقبض عليه. ولويس العنيف طلع حتى من الأرجنتين كلها، راح للأوروغواي اللي هي أصلا بلده، لكن حتى هناك تم القبض عليه. وسيباستيان المهندس كان أسهل واحد فيهم، مسكوه وقاعد في بيته. فالأربعة كلهم انمسكوا وتمت محاكمتهم. العجيب أن معظم الغنايم ما تم استرجاعها، اللصوص خبوها في أماكن صعبة ورفضوا يعترفون وينها، وفي النهاية انحكم عليهم محكوميات من 9 سنين إلى 15 سنة، وما حد فيهم حتى كمل محكوميته. بالعكس طلعوا كلهم فترات قصيرة على خلفية السلوك الحسن. فرناندو وسيباستيان كل واحد منهم تقريبا قضى سنتين في السجن وبس، وبعدها طلعوهم وحطوهم في الإقامة الجبرية لمدة سنتين في بيوتهم. أما بيتو ولويس لأنهم أصحاب سوابق فخلوهم في السجن فترة أطول شوي. لويس تقريبا قضى 6 سنوات وبيتو 8 سنوات، تظل مدة أقصر بكثير من الحكم اللي حكموهم عليه واللي كان أصلا خفيف. فالحين السؤال، معقولة سرقة مليونية مسلحة يكون هذا جزاءها؟ كيف الأحكام ضعيفة لهالدرجة؟ السبب الرئيسي كان الأسلحة اللي استخدموها. تذكرون لما قلت لكم إن أسلحتهم فيها شيء مميز؟ وتذكرون لما قلت لكم إنهم لما طلعوا من البنك حطوا أسلحتهم على فرشة بشكل واضح؟ السبب كان لأن أسلحتهم مزيفة، ما كانت أسلحة حقيقية. تخيلوا داخلين ومسوين هوسة وعملية ضخمة مثل هذه، ومحتجزين رهائن ومعقدين الشرطة والقوات الخاصة بأسلحة مزيفة. بوف. طبعا السبب هو عشان إذا مسكوا، وهذا اللي صار فعلا. الحكم على سرقة مسلحة جدا يختلف عن سرقة غير مسلحة، وهذا اللي أدى في النهاية للأحكام الخفيفة والإفراج المبكر. بس يظل الشيء الغريب إنه مثل ما قلنا معظم الغنايم ما تم استعادتها، فما أدري يمكن في صفقة سرية سووها ويا السلطات عشان يرجعون جزء كبير من المبالغ مقابل إطلاق سراح مبكر، لأن يعني بيكون شيء غريب جدا إذا أطلقوا سراحهم كذا بدون مقابل. الاحتمال الوحيد اللي راح يبقى إنه في رشاوة في الموضوع، بس هذه كلها طبعا مجرد استنتاجات، الله أعلم باللي صار خلف الكواليس. زباين البنك طبعا تم تعويضهم من البنك وشركات التأمين. في فيلم درامي سووه عن القضية هذه، وأيضا في فيلم وثائقي. في الفيلم الوثائقي أربعتهم طالعين ويتفاخرون بعمليتهم عادي، وشكلهم عايشين حياتهم مرتاحين للحين، فما أدري بصراحة شو صار على الفلوس بالضبط. المهم إحنا لهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.